السلام عليكم، هلا بيكم. ضي عارف يحييكم فيديو رياضة جديد. اليوم نتكلم بيه عن مواضيع كلش مهمة تتعلق بالمنتخب الوطني العراقي، عمد الاتحاد، الأولمبي العراقي، الاستدعاءات الجديدة للمحترفين، التنسيق بين كازاس وراد شنيشل وعمد الاتحاد وإشرافه على هذول المنتخبات. وأيضا إذا أسعفنا الوقت ممكن نتكلم عن منتخب الشباب. فيديو كلش مهم اللي أتمنى من عندكم الآن تضعوا لايك لهذا الفيديو، شوف تعليقاتكم الحلوة ونستمر ونقول يا الله. هذا الفيديو برعاية المنصة. إذا تريد تتابع مباريات المنتخب العراقي اللي ما تشوفها على القنوات حاليا لأن مشفرة لأن ما أعرف إيش، تطبيق المنصة يحل لك هذه المشكلة. شوف مبارياتك المفضلة على هذا التطبيق وادعي لي. دقة واضحة، شاشة ما تقطع، أما تين مسلسلات أفلام شنو تريده موجود على هذا التطبيق. إذا تعاني بمشكلة التسجيل بهذا التطبيق قلوا لي بالتعليقات، الفيديو الجاي راح أشرح لكم عليه شلون تسجلون بالتفصيل. العودة إلى الوراء. ما أعرف أنا ليش الشخصية العراقية دائما تحن إلى الماضي، حتى أنا مرات يعني أحن إلى الماضي رغم أنه الماضي انتهى تلاشى، ورغم أنه هو خلص صار سوالف. المستقبل الجاي هو يستحق من عندك التفكير. إحنا نفكر بالماضي أحيانا بس نتعلم من عنده مو أكثر، بس نرجع له لا مو حلوة. ليش نكرر تجارب فاشلة؟ ما أعرف. خاصة احنا نحب الحكام مهما كانت مظالمهم، سفاحين قاتلين شنو مسوين يعني، هم بس ما يروح منا انت تريد ترجع خطوة لوراء. زمن ولا بكل سلبياته مجاعاته وفقره ونريد نرجع له. نحكي دائما بالماضي بحيث مستقبلنا احيانا يتعلق بالماضي، يعني نريد نحل مشاكل الماضي ونعيشها بالمستقبل. ما أعرف ليش، رغم أنه الماضي ما يقدم ولا يأخر بالنسبة لك أنت حاليا. ما معقولة أنت تريد تعيش النجاح، تعيش تجربة ناجحة وأنت لازلت تتعلق بأذيال الماضي. الماضي لازم تغادره، خاصة إذا كانت لك تجربة فاشلة بي. عملية إعادة هذه التجربة الفاشلة وتكرارها بنفس الخطوات مو بس غباء ولا حماقة ولا تفاهل ولا خباثة. طوني يعني المصطلح أحقر من هذين. يا جماعة الخير، العودة إلى الماضي وتكرار تجارب الفاشلة بنفس الخطوات، يعني أنت دا تنطي رسالة أنه أنت ما تريد تسوي شيء. أنت كل اللي تريده تريد ترضي فلان وعلان لا أكثر ولا أقل. تمام زين، لاعبين فشلوا بفداحة، مو بس فشلوا بفداحة ولا بفضيحة ولا بسخف، لا فشلوا بعناد مع سبق الإصرار والترصد. ولا ومو بس إنه هم فشلوا، لا علقوا فشلهم على شماعة الإعلام. يا بالإعلام ضغط علينا وإحنا تعبينا، شكر لمه نفسيته متوترة ومتقلقلة. يعني معقولة منتخب فشل نجي نعلق فشله على شب؟ لا وحتى احنا يدخلون انتم سبب فشل المنتخب، انتم دمرتوا المنتخب، انتم هذا ما يشتغل، احنا شلنا علاقة؟ يعني مثلا البرازيل، ألمانيا، إيطاليا، عوفنا ذني، سعودية، إمارات، بحرين، قطر، يعني ما عندهم إعلام، ما عندهم فيس، مصر، جزائر، ما عندهم مشجعين، ما عندهم حسابات، ما عندهم يعني الواحد من يحكي. بس العراق هذا من يفشل يجيبون الفشل يعلقوه على شماعة الإعلام. منتخب فشلا ذريعا مع سبق الإصرار والترصد بالأربعات والثلاثات. نذكركم لو نسيتوا قدام إيران، كوريا، قطر، ولكم نسيتوا اللاعب من يلعب ويا حارسنا، يلعب تقل ويا حارسنا، نريد نعوج راسه هيك حتى يلعب لي قدام. نسيتوا المساحات اللي كانت تصير على الجهة اليمنى والجهة اليسرى، نسيتوا يلعب منا ثاني يوم يصبح بقناة منا يحشى على ربعه وهذول اثنيناتهم رجلياتهم يسرى وهو ما يندل يسرته من يمنته. كم نسيتك الواحد مؤخرته تقول تانكي ينقلها بالقوة من مكان لمكان، تقول تريلا يلا يلتف
التريلة يلا يلتف زين، حتى يلعب له باص لو يشوت له شوته لو يناول له مناوله، وثاني يوم يطلع لنا ينظر بالاعلام. نسيتوا اللاعب يريد يشوته على الجول، يشوت هلت الاعفار. نسيتوا لاعبين اللي ينفردون على الهدف، 9 نقاط لاعب واحد ضيع، ينفرد ويا الجول يوصل قدام الهدف ينصطر يدق هيمنه لو يدق هيسره يلطش. نسيتوا لعبات نخلصها، ما عندنا تسديده على الهدف، كله شوت وشلاق، كله يعضل سالم ويحبش ابو عباس وين ما توصل خل توصل. نسيتوا ولكم مش نسيتوا العوده للوراء ليش؟ ترجعون للخلف ليش؟ شنو الثمره اللي كسبتوها بشبابهم حتى تكسبونها بشيابهم؟ الما بي خير بالصيف بي خير بالشتاء. وكاساس مثلا شنو خلينا اتو ناطور خرعت خضرة، ما تعوفون الرجال يشتغل وهو يشوف وهو يتابع يعرف هذا المحترف موجود بالدوري الإيراني، هذا بالدوري الروسي، هذا بقطر، يعني مثلا وين يلعبون هم بالمريخ ما يعرف يتابعهم. اتركوه براحته، ليش تعرفونها وتحرفونها؟ ليش انتوا ما تخلون الرجال يشتغل صح؟ تحددوا له عدد المحترفين برقم، اي بس اريد افتهم هذا اللي حددهم برقم، هذا اللي حددهم برقم، هذا المخ اللي هنا الله خلقه وقال له انت عبدي اقبل فاقبل، ادبر فادبر، وعزتي وجلالي ما خلقت افضل منك، روح بك احاسب وبك اثيب وبك اعاقب. ابدي افتهم انت من الله انطاك عقل، بس اريد افتهم. يعني اكو واحد يحد الزين وما يحد الشين؟ يعني انت الشين تطي عادي 24 25 30 هذا الشين، بس الزين تحده برقم. انت بس اريد افتهم شنو اللي الله انطاك اياه هنا، شنو اللي هنا ابك، شنو اللي هالسعوف هذا ما يشتغل، هذا ما ينبض. العراق ادري العراق، يعني ادري هذا هم برلمان وحصه فلان وحصه علان، منتخب لاعبين لاعبين زينين خلصت. مثل واحد يقول لي هي شي رادلها، ادخل اللاعبين الزينين واقعد المو زينين، ادري هي هم رادلها تفستق هم رادلها تفلسف. انتوا ما مو مال بعد، ما احكي وياكم بلغه بعد، ما احكي وياهم بلغه فصحى وما ادري شنو، انتوا ايش تفستقيات ولكم؟ معقوله 2007 غير كأس آسيا 2007، قلوا لي شنو اللي حق ما بعد؟ كل شيء ماكو غير الصيد غير الهوسة والضوضاء والجعجعة، ما ماكو كل شيء ماكو. ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، ماكو كل واحد يطلع فتش يعني السوبر ستار كذا، تعال بس وقع لك على الأدريس ودزلك يا بريد سوبر ستار، اني اخذ هذا وتباهى بيه قدام ولدك، انا رجل التاريخ كله يفتخر بيه. شنو اللي سويتوه انتو؟ شنو اللي سويتوه يا جماعه الخير؟ ما سويتوا شيء. اجيال فشلت، اقلب صفحتها. قطر اكو جيل رائع مثل جيل المنتخب القطري اللي حقق كاس اسيا الماضي واجى اشترك كاس العالم هسه اللي راح، بمجرد ما فشل انتهت قلبوا صفحته، قلبوا صفحة المدرب وقلبوا صفحة اللاعبين وقلبوا صفحة الذين خلفهم. بعد خلاص انتهى الموضوع، اجوا دور يأسسون مرحلة جديدة. اش معنى احنا نريد نرجع للخلف ليش؟ وتدروا شنو هي مشكلتنا؟ مشكلتنا اللاعبين السابقين بالدنيا كلها، اللاعب تنتهي مسيرته الدور هو يروح يشتغل شغل جديد، يروح يدرس، يعني يطلع صفر خلاص كما ولدته امه، يطلع صفر اليدين، كل شيء ما عنده غير الخبرة. يروح تريد تصير مدرب، تروح تدرس، تدخل معايشات، تصير مساعد مدرب، تأخذ لك فترة طويلة حتى تصير ترجع للعمل الكروي وتصير مدرب. تريد تصير إداري نفس الحال، بس بالعراق تطلع من المنتخب منه تصير مدرب منه، تطلع من المنتخب منه تصير إداري منه. وبس أريد أفتهم الشغل الإداري، يعني أنت مدير إداري ليش دائما احنا إلا لاعبين؟ زين المشرف ليش إلا لاعب؟ ليش مو شهادة مثلا دكتوراه؟ لا شاب حلو برستيج وكذا ولغات ثقافة، هو شنو العمل الإداري؟ يعني يتعلق بالعمل الكروي؟ يتعامل بالعمل الفني؟ لا. ليش ما أجيب لي شخصية محاور قوي لغات
مفاوض، علاقات وسيطرة. ليش؟ ايش الا لاعب؟ ليش؟ انا اقول لكم ليش. هي كلها عبارة عن مصالح في مصالح، بطالة مقنعة، مصالح. يطلع من اللعب منها وين يروح؟ وين يولي؟ ما عنده غير المنتخب، والأندية ما توكل الظاهر خبز، فهو يتمحشل بالمنتخب حتى من عنده يطلع. وين يروح؟ هو يفكر كل طموحاته يوصل قطر والإمارات، حتى يقعد هناك بالقنوات أو بالأندية شوي يستفاد لكم فلس، أو بالعراق، ترى العراق هم بي خبزة، خوش خبزة بي. قصد من هذا كله أنه العودة للوراء ما راح تجيب لنا أي خبزة للمستقبل. الحنين للماضي يجب أن ينتهي في عقلية وتفكير الإدارات العليا، توب مانجمنت بالنسبة للمنتخب العراقي أو الاتحاد العراقي أو للمنظومة الكروية بشكل عام. التوب مانجمنت هذا اللي عندنا، اللي هم أغلبهم خالصين متوسطة وجايبينها شهاداتهم عبنا على الفاضي، والله ناس تدرس وتتعب، آخر شيء تلتفت تلقي هذا مكمل وطالع ماخذ صور، وأنا اليوم كملت حفلة التخرج، سودة بوجه التخرج، سودة بوجه الشهادات اللي خذناها وتعبنا بيها، تالي يطلع هذا من وراء الحائط ماخذ له شهادة. الله أكبر عليكم، والله العظيم دمرتونا وتعبتوا نفسيتنا، وما أعرف منين ما نطب لكم تطلعونا، كل يوم يطلع لنا بسالفة. العودة للوراء يجب أنه ينتهي خلاص. مباراة الوسرد نشوف بها كم محترف جديد، كم اسم جديد، مرحلة جديدة نشوف بها أمل. كاساس يريد يشتغل شغل جديد غير اللي اشتغلناه بكأس الخليج، يريد يتنفس 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 في الأجواء والبيئة الأوروبية، يطلع من البيئة الآسيوية، يجيبوا له مباريات بعد أكثر من هاي. يا رجال ده يخطط لبعيد، ساعدوه، لا تحددونه برقم، لا تجبروه يرجع للماضي، خلوه يفكر للمستقبل، سوينا شيء للمستقبل. ما نقدر نبني شيء بالمستقبل وإحنا وجوهنا لورا، ما يصير يا جماعة الخير، والله ما يصير. شوف إيش قد لحيت أني، وهسه يرجع باكر نلقى نفس الموضوع، والإعلام يجتر بهاي السالفة. أحسن شيء سواه المنتخب الأولمبي السيد راشد شنيشل إنه هو اعتمد حاليا على المحترفين، هو بصمت وبعيد عن الإعلام. وأحسن شيء سواه السيد راشد شنيشل إنه ابتعد عن الدوري العراقي السويدي لكرة القدم، ابتعد عن الدوري السويدي، أحلى شيء، أميز شيء، لأن الدوري السويدي على كثرة المواهب اللي بيه الظاهر ما يوكل خبز. ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، هاي الدوريات اللي داير مداير السويد، مو شرط إلا بالسويد، السويد أجيب لهم بس المميزين اللي هم، لأن هم موجودين جالية عراقية هواي، أي واحد ثميز راح نعرفه بسهولة، بس هذول هنا ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، هولندا، يعني هذول حاجة صدق هنا، الحاجة الحقيقي والفعلي اللي نقدر نستفاد من عنده هو هنا. أشوفكم في فيديوهات أخرى، في أمان الله.